مؤكدين في نفس السياق على التجنب الدائم والكامل للسلطة الإقليمية ومختلف الصلاح والمصالح الخارجية وفقا لتعليم سيدنا ورسول الله على تبديل كل استيعاب الموجودات وفقا للمصادر الإدارية المتاحة والمعمول بها. المصالح الخارجية. سيدات والسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سادة ممثلو وسائل الإعلام، يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء ومنخرطي جمعية دور مغاربة العالم لأتوجه بكلمة مختصرة لأشيد بالدور الفعال الذي تلعبه السلطة الإقليمية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، الأطر العاملة معهم من رؤساء الأقسام والمصالح وكذا السادة رؤساء المصالح الأمنية والخارجية على المجهودات التي يبذلونها في سبيل مواكبة وأجل إدماجهم وإشعالهم في توظيف خبراتهم وتجاربهم الناجحة في الديار الأوروبية. الدور الذي ينهض به أفراد الجالية المغربية بالخارج في تنمية بلدهم الأم والمدة الزمنية وعلى سبيل المثال لا أرحم. مولاي صاحب الجلالة أمير المؤمنين سيد الرسول الأمين، السلام على مقامكم العلي بالله ورحمة تعالى وبركاته. مؤمنين جلالة ملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين. اللهم إنا نسألك أن ترحم شهداءنا الأبرار الذين استرخصوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل وكما قلت لكم هنا اليوم العالمي اطلاق اليوم العالمي للمهاجر 10 غشت لسيدنا تبرعنا به بعض النهار اللي كانت تواصلوا به مع الادارات باش يكونوا مشاكل حلوا مشاكل ديالنا يكون تواصل ديال المشاكل. ولكن كما قلت لكم كما كان واحد الاخ هضر عليها قبيله ديال ان انا بصفتي كانني كنشتغل مع الاطفال تما كاينه كنشوف هنا في مدينه الخميسات الاطفال مهمشين ما عندهمش فين يمشيو ما عندهمش فين يمشيو فين الحدائق ما كاينش لعب ديال كيخرجوا مع والديهم ما عندهمش فين يمشيو حتى ولادنا ملي كيجيو هنا ما تيعرفوش فين يمشيو يعني من عندهم الدار يجلسوا في الدار لان والديهم غاديين من الاداره للاداره كيجري على المشاكل ديالهم ولكن الدري ما عندوش هنايا متنفس فين يمشي في جرده بارك داكشي ديال الرياضه ديال السبور فين الدري هكا باش يبغي مدينته ما كيبغيهاش لان ما كاينش فين الطفل ما عندوش هنايا حتى شي اهتمام. بهذه المناسبه يعني مناسبه ديال كل سنه 10 اوت كنحتفلوا هنا بالاحتفال باليوم المهاجر بعملات اقليم الخميسات واللي كيحضروا فيه جميع رؤساء المصالح الداخليه والخارجيه والامنيه وكنطرحوا فيه جميع المشاكل تاع الجاليه والحمد لله كل شيء كيدوز على ما يرام يعني كاين واحد التواصل بيننا وبين جميع رؤساء المصالح والحمد لله كل شيء كيخرج فرحان وكنشكروا السيد العامل صاحب الجلاله السيد منصور قرطاح اللي فتح لينا الابواب على طول السنه فتح لينا الابواب ديالو واللي يعني الناس تاع الجاليه كاملين ما كاينش شي واحد اللي كيجي العماله وكيخرج وهو ما قاضيش الاغراض ديالو ومن هذا المنبر كنشكروه بزاف وكنشكروا سيدنا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله اللي دائما عطي الاولويه للناس تاع الجاليه واللي دائما يعني فتح لهم الابواب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يعني في جميع السفارات جميع القنصليات وهنايا يعني دائما كاين واحد التواصل وكنشكروه بزاف من هذا المنبر هذا. بالنسبه للسياحه في اقليم الخميسات هي بصراحه كاين منتجع سياحي في اقليم الخميسات ولكن ناقص شويه ناقصين ملاعب للاطفال ما الناس تاع الجاليه هذا المشكل اللي عندهم وان الاطفال ديالهم ما كيلقاوش فين يلعبوا ما يعني على القهاوي على سميتو ولكن ما كاينش منتجع سياحي ما كاينش عندنا النيت وهذا هو المشكل اللي كيلقاو الناس الجاليه. حنا دابا بغينا ناخذوا ناس في السياحه اننا نقوموا بهذا العمل السياحه نجيبوا الناس نصارى نجيبوا كار جوج كيران ثلاثه الكيران باش فين غادي نديو هاد الناس هذا؟ ما عندنا لا المحل ديال الصناعه التقليديه ما عندنا اماكن ديال يعني كاع هاد المسائل اللي غادي نجيبوا لها النصارى باش يزوروا هاد البلد هذا ما عندناش ما متوفراش ما وفروا لنا عندنا واحد يعني الضايه ديال ضايط رومي هنايا واحد المنطقه اللي هي سياحيه علاش اللي ما نصلحوهاش؟ حنا
تنشوفوا في اوروبا مناطق بحال هذا الشكل هذا موفرين لهم منتزهات، موفرين لهم اماكن فين المسابح، يعني دايرين واحد الاماكن اللي الناس باش تستقطر تما وتكون واحد العمله غادي تدخل، لا سواء ديال الوطن او ديال برا ديال الخارج.